شو بكي؟ روي ابو عزيز روح يا عمي. شو بكي؟ قلت لي بدك تحكي لنا لوين جايبني. انا جايبك لهون على الطبيعه لانه هون بعرف احكي، انا هون بروق وبحكي. طيب بس يا ابو عزيز، انا هيدا جوجه وشجر وغابي ما بحبه، بيغبب لي على قلبي. هي 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 انت وعدتني. صح صح، قلت لي تعال احكي معي ولا مسبي رح سب اذا بتريد. خلص ربات شغلي، خلص ما بقى رح سب. انا منين بيطلعوا لي هيك؟ بيطلعوا مني لحالي، بفلت لساني لحالي. ابو عزيز مش هيك، مش اذا بتريد مش هيك. صح صح. اذا بتريد تنفس تنفسي هيك نفس عميق وروق. بدك تروق وتحكي عروة. رقت رقت ايه. اوكي هلا انت رقت وراح تحكي عروة. طبعا اللي شو بدك مني. ليكي هند، انا من وقت ما تعرفت عليكي وانا مغروم فيكي لبطي. يعني بما انك مش عمياء اكيد اشتلقتي، بما انه عندك نتفة احساس اكيد حسيتي، وبما انه عندك نتفة ضمير اكيد حللتي. ما بدي اياك تقولي لي بفكر وروح هيك بعدين بجاوبك. لا انا بدي هلا جواب، وبعرف انه جوابك رح يكون موافقه. بتعرفي ليش؟ لانه انا اصلا غلطت وعطيتك فتره حتى تفكري، لانه انا بسواكي. روح انا بدي انطرك تجاوبيني. لا مش عاجبك ولك انا بيسواكي وبيسوى كل عائلتك ومصرياتك ومصريات عائلتك كلها ومليون واحد مثلك ومثل عائلتك. ولك لا انا مش الحق عليك، حق علي انا، حق اللي واقف له ساعه ليخبرك انه معجب فيك وبحبك. ولك روح ولك اللي عرفني عليك. ولك بدك شوير بهال هيدي اللي اجت قالت لي روح اتعرف عليها. ولك انا بديك بكره ويعشيني عشيه. ولك اذا بتحكيني قول اذا بتردي لي خبر. شو يا هند موافقة؟ ولك الجحش بيضل جحش وما بيتعلم يا حمار. نسينا فالت. ايه منيح ما صاحبتها. لا بقوله ما بقى في بنت ادميه ومهذبه بهالايام